السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما أنصلينا أردوينو إيدي وأخيرا غادي نديرو أول بروغرام أردوينو أونو. فالبروغرام غادي نتحكمو بواحد ليد. برونشو أردوينو ديالنا في البورت USB ولونسيو أردوينو إيدي. غادي نخرج من هاد الفنادر، غادي نمشيو لأوتي، غادي نختارو تيب دو كارت أردوينو أونو أو أردوينو نانو أو ليوناردو. كاين بزاف أنواع هنا ديال الكارت، حنا غادي نختارو أردوينو أونو. كليكو عليها، غادي خصني نحدد فين برونشيها البورت ديال أردوينو. غادي نعاود نمشي لأوتي، غادي نمشي البورت كوم 8. هنايا غادي عندي بورت كوم، فانا غادي نختار بورت كوم 8. كل واحد غادي يكون عنده بورت كوم خاص به. هنا كيعاوننا بين قوسين كيعاوننا فين برونشي اردوينو. الا غيرت البورت غادي يغير الرقم تاعو. هاد المعلومات هادو كامله هما كاينين لتحت. غادي نختار واحد اكزومبل واجد، غادي نمشيو للفيشي نديرو اكزومبل ماجيك بلينك. هو بروغرام، هذا بروغرام واجد. كليكيو على فيريفي باش نشوفو واش بروغرام مفيش الاخطاء، وغادي نكومبيليو في نفس الوقت. كومبيلاسيون هو تحويل من الكتابة هذه الى ارقام 0 و 1. نلاحظو بان البروغرام تيرمينا الكومبيلاسيون تاعو. كيبين لينا بان خدا 1% ديال الاسباس ديال البروغرام، اي 928 اوكتي ديال ستوكاج البروغرام. هنا كيقول لينا ان الماكسيموم تاعو اللي يقدر ياخد البروغرام هذا، ما خصناش نفوتو هاد لاطاي هادي. هنا لتحت بان كيقول لينا بان ما استعملش لي فاريابل ديناميك و عندي 0%. هادو هما المعلومات اللي كاينين. هنا اللي كانوا عندنا شي اخطاء ولا شي حاجه كيقولهم لتحت. نمشيو نكليكيو على ديليفيرسي باش نصيفطو البروغرام للاردوينو. هذه هي لا بارير كتبين شحال داز البروغرام. ها هو البروغرام دابا تيرمينا. نمشيو لكارت اردوينو. ملي كتصيفط البروغرام كيشعلو هاد البالي RX و TX. هاي دابا البولة شعلات كطفى وكتشعل. هادي دابا بروغرامينها. رجعو البروغرام ديالنا. انو عندو لونغاج خاص بيه هو لونغاج اردوينو. فهاد لونغاج هذا قريب لونغاج سي، فالناس اللي خدمو بالسي فغادي يجيهم هاد لونغاج سهل. اما الناس اللي معمرو ما شافو البروغراماسيون فغادي يمشيو بخطوة بخطوة. فاول حاجة اللي غادي نشرحوها هو الكومنتار. فكومنتار بالنسبة للبروغراماسيون هو عبارة عن تعليق كنديرو حنا باش نشرحو سطر او جزء من البروغرام، هدف منه تنظيم فقط. كنحتاجو الى كان عندنا بروغرام طويل باش كنعرفو كل جزء فين كاين، او في حالة اللي عطينا بروغرام الناس اخرين. لو بغينا نديرو كومنتار كاين جوج طرق. الطريقة الاولى كنديرو سلاش اطوال هادشي كامل كومنتار تال هنا، وكنسدو اطوال سلاش. الطريقة الثانية كنديرو جوج سلاش، ولكن في هذه الحالة نقدرو نكتبو كومنتار غير في السطر. هذا كومنتار وهذا تاهو عاوتاني كومنتار وهذا كومنتار وهذا تاهو كومنتار. هادشي كاملين هما كومنتار، واللون تاعهم الرمادي كما كنلاحظو هنايا، عندهم لون مختلف. كاع البروغرام اردوينو كيتكون من جوج اجزاء او جوج فونكسيون. الاولى هذه خاصه بفونكسيون سيتاب، الثانيه هذه خاصه بفونكسيون لوب. بروغرام او الاوامر كنكتبوهم ما بين هاد القوسين. بالنسبه لهاد البارتي هادي فهو كيقرا اون بوكل. شنو كتعني اون بوكل؟ انه
كيقرا او كينفذ هذا الامر هذا، من بعد كيمشي السطر الموالي وكينفذ هذا الامر، كيعاود من الاول كينفذ هذا السطر وكيعاود هذا السطر والسطر وهذا السطر، وكيبقى عاود تاني السطر الاول الى اخره، وكيبقى ينفذ هذا الشيء من بوكل ما عمره ما كيسال. اما بالنسبه للبارتي الاولى فاوامر فكنديروا ما بين هاد القوسين، هذا هنا كينفذ امر مره واحده. نشوفوا اول امر ليا فونكسيون بين مود، فالهدف ديالها هو تحديد البين واش كيدخل الضوء ولا كيخرج الضوء. فعندها جوج ديال البارامتر او جوج معلومات اللي خصنا ندخلوها. اولا خصنا ندخلو نوع ديال البين، بالنسبه للاردوينو راه عندنا من 0 حتى 13، فهاد الكتابه هذه كتعني بين 13، نغيرو نردوها 13، ما غاديش ناثروا على البروغرام. ونحددوا واش اوتبوت او انبوت، يعني واش كيدخل ولا كيخرج الضوء. فبالنسبه للحاله ديالنا حنا درنا اوتبوت يعني كيخرج الضوء. هذا السطر هذا كيعني ان بين 13 مرتبط ببولا كيخرج الضوء. نشوف دابا نشرحوا البارتي الثانيه. هاد الفونكسيون هادي ليا ديجيتال رايت كندخلو فيها جوج معلومات. المعلومه الاولى كتعلق بنوع البين، حنا ديما كنخدمو بالبين 13 كما قلت مرتبط ببولا. البارامتر الثاني هاي اي واحد، وكيعني بانه كيخرج لنا 5 فولت. هاد السطر هذا كيعني نخرجوا 5 فولت في بين 13 بالنسبه لاردوينو اونو. هاد السطر هذا ديلي بين قوسين 1000، اي نتسناو 1000 ملي سكوند اللي هي ثانيه. بالنسبه للسطر الثالث فهو بحال السطر الاول، غي هنايا درنا لو، اي كنخرجوا 0 فولت. عاوتاني السطر الرابع ديلي 1000، يعني نتسناو عاوتاني واحد ثانية. هنا كما شفنا البروغرام، فأول حاجة كنشعلو بولا، كنتسناو واحد ثانية، عاوتاني كنطفاوها، عاوتاني كنتسناو واحد ثانية وكنشعلوها. نغيرو هاديك ديلي بلاص 1000 نديرو 250 ونشوفو النتيجة اللي غادي نحصلو عليها. رجعوا لاكارت ديالنا ونصيفطوا البروغرام. ها هو البروغرام مشى. كما كتلاحظوا هنا البولا ولات كتشعل بالسرعه، كتشعل وكتطفى في ربع ثانيه. نمشيو اردوينو اي دي او بلاص بين 13، هذه المره نديرو بين 12. في هذه الحاله غادي نستعملوا ليد، خصنا نزيدوا ليها واحد ريزيستانس حتى هي كتخدم ب 2 فولت وحنا عندنا 5. قيمه ريزيستانس ما بين 300 حتى 600 اوم. في البوله كاينه رجل طويله هي بلس وقصيره هي الموا. انا ربطت رجل طويله بريزيستانس، يعني خصنا نربطها في بين 12 اي رقم 12، والموا خصنا نربطها جي ان دي اي لاماس. هو البروغرام مشى، هاي البوله كتشعل وكتطفى. في حاله اللي بغيت نخدم البوله ديال 220 فولت ففي هذه الحاله خصني نستعمل هذا الرولي هذا. نشوفوا الداخل اش كيتكون ونشرحوا الدور تاعو. الرولي كيتكون من جوج اجزاء. الجزء الاول كينبرونشيو فيه اردوينو
واللي كيكون فيه توتر منخفض هو الجزء هو اللي فيه هاد لابوبين هادي. الجزء الثاني كيكون فيه توتر عالي وتما فين كنبرونشيو البوله ديال 220 فولت. جوجهم مرتبطين ميكانيكمو، كاين حتى شي ضو كيدوز من بين هاد الجوج اجزاء. ملي كيدوز الضو في لابوبين من اردوينو، هنا لابوبين كتحول الضو الى مغناطيس، وبالتالي كيتحرك هذيك الحديده هادي كتهبط لتحت وكيتلاقاو هاد الجزء هاد الاجزاء وكيدوز الضو. ففي حاله الى ما داش الضو فكتطلق هاد الحديده هادي وكتمشي كتربط هاد الجزء هذا، الضو كيولي كيدوز من جهه اخرى. نشوفوا انيماسيون. هذا هو المبدا تاع الرولي، كما كتلاحظوا هذا المبدا بسيط، حاولوا نستخدموها دابا. نشوفوا برونشاج مسمار الرولي. هنا كنبرونشيو توتر منخفض، هنايا 5 فولت، 5 فولت اللي كنبرونشيو مع اردوينو. هنايا لاماس جي ان دي، وهنا كنبرونشيو بين 12 برونشيو مع اردوينو. البوله هذه كتشعل باش كيدوز الضو، وهذه كتشعل ملي كيدوز الضو بين 12. هو برونشاج بالنسبه للاردوينو. هنا كنبرونشيو بالنسبه للمعلومات اي بين 12، وهنا لا ريموتاسيون 5 فولت و جي ان دي. هذه البوله هذه كتشعل وكتطفى وكنسمع الصوت ديال هذيك الحديده. هنا فين كنبرونشيو هو طونسيون كوم بالنسبة للضو اللي جاي من بريز، كيدوز في ان سي اذا كان 0 فولت في بين 12، وكيدوز من ان او اذا كان 5 فولت في بين 12. هو المونتاج فينال، اردوينو برونشي مع واحد الباتري ديال 9 فولت، والرولي مبرونشي في الضو مع البولا. كما كتلاحظوا البوله كتشعل وكتطفى.